بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي الطلبة، محاضرتنا الفصل العاشر اكسيال فلور تورماين، الجزء الأول طبيعة الحال التوربينات ذات الجريان المحوري تستخدم عادة في المحركات التوربينية الغازية ذات القدرة العالية، و تقسم التوربينات إلى نوعين عادة، نوع ما يسمى إمبلس الدافع ونوع يسمى الرياكشن التفاعلي. الإمبلس تايب يدخل الجريان إلى النوزل وهو الجزء الثابت من التوربين، ويتكون من صفوف حلقية ثابتة من الريش. شكل المجرى بين ريشتين هو شكل النوزل، فلذلك تسمى المرحلة الثابتة من مرحلة التوربين بالنوزل. وخلال النوزلز يحدث تغير بالسرعة ويحدث تغير بالضغط الاستاتيكي. أما الجزء الدوار روتر فلا يحدث تغير بالستاتيك بريشر، فلذلك تسمى مرحلة التوربين هذه بالإمبلس توربين تايب. النوع الثاني الرياكشن أو التفاعلي، يكون التغير بالإنثالبي أي بمعنى بالكينيتيك إنرجي وبالستاتيك بريشر عبر الجزء الثابت نوزل وعبر الجزء الدوار روتر. وعادة يتم تصميم المرحلة الأولى للتوربين من النوع الإمبلس، والمراحل المتبقية يكون من النوع الرياكشن. هذا أمامك الرسم لوحدة توليد توربينية غازية، ونلاحظ ضغطة الضغط الواطي، ضغطة الضغط العالي، توربين الضغط العالي، وتوربين الضغط الواطي، ثم ديفيوزر، ثم ديفيوزر لغرض تهدئة السرعة ورفع الستاتيك بريشر إلى مقدار أعلى قليلا من الأتموسفيريك بريشر للسماح بالغازات العادمة للخروج بفعل فرط الضغط واستمرارية الزخم. velocity triangles زوايا السرعة. الرسم أمامك يمثل لي مقطع جانبي لمرحلة التوربين. هذا هو الجزء الثابت وهذا هو الجزء الدوار. يدخل الجريان بظروف P1 P1 C1 بزاوية ألفا 1 ويخرج بزاوية ألفا 2 بظروف P2 P2 و C. يدخل إلى الروتر مساحة مقطع الدخول، وهذه هي مساحة مقطع الخروج. هنا مساحة مقطع الدخول على الروتر، وهذه هي مساحة مقطع الخروج من الروتر. السرعة الداخلة على ريش الروتر هي V2 بزاوية V2، والخارجة هي V3 بزاوية V3. طبيعة الحال الطرح الاتجاهي لسرعة الدوران بهذا الاتجاه نحصل على السرعة المطلقة. هذه مركبة السرعة المطلقة على المحيط وتسمى الورل، سرعة التدوين CW3، وهذه هي الورل فيلوسيتي CW2، وهاتان السرعتان لهم المسؤولية في توليد الشغل. وتصمم المرحلة عادة بأن سرعة الدخول المطلقة تكون محورية، وسرعة الخروج المطلقة أيضا محورية عندما
عندما تكون المرحلة مكررة مرة أخرى، أي بمعنى أن مراحل التوربين لها نفس الشكل تقريبا. ومن مثلث الدخول والخروج للروتر نلاحظ أن السرعة المحيطية للمثلث CA تان ألفا 2 ماينس CA تان ألفا 2، وكذلك المثلث الآخر يساوي U تساوي CA تان ألفا 3 ماينس CA تان ألفا 3، بمعنى أن تان ألفا 2 بلس تان ألفا 3 equal tan theta 3 plus tan theta 2. ونستفاد من هذه المعادلة نحو الشغل المتولد والذي إيلر وهو الناتج من تغير الزخم الزاوي. من هذه المعادلة R تساوي أوميجا T، والأوميجا رقم ثابت radius per second، والتورك يساوي التورك الكلي يساوي M dot ودلتا سي دبليو في نصف القطر ار، وميجا ار يساوي يو والتي هي السرعة المحيطية في المتر على سكند، متر بير سكند، ودلتا سي دبليو هي سي دبليو 2 ماينس سي دبليو 3، لأنه اتجاه CW3 معاكس لاتجاه الدوران، وبالتالي تتحول الإشارة إلى موجب، أي أن الشغل يساوي كما في المعادلة 10-4، وبالتعويض من مثلثات السرعة نحصل على المعادلة 10-5. كما نعلم الشغل من معادلة الطاقة للجريان المستقر، حيث أن لا إضافة للحرارة لأن الإجراء كله أدياباتي، فإذا مقدار الشغل يساوي التغير بالإنتالبي الكلي، والإنتالبي الكلي هنا له علاقة بالزوايا، وهذا حقيقة مهم جدا. بالمعادلة 10-7 إذا حصلنا على معادلة تربط الزيادة بدرجة الحرارة الكلية مع السرعة المحيطية أي سرعة الدوران، السرعة المحورية أي ماس فلو ريت، والتغير بالزوايا أي وضعية الريش أي شكل الريشة المصممة. طبيعة الحال حيث أننا افترضنا أن السرعة المطلقة عند الخروج هي نفسها السرعة المطلقة عند الدخول وكلاهما محوري، فإذا تغير بالستاجنيشن تمبرتشر عبر المرحلة وفار التغير بالستاجنيشن تمبرتشر عبر الروتر، لأن الشغل الذي حصلنا عليه من المرحلة هو بفعل الروتر وليس فعل النوزل. وحيث أن السرعتين متساويتين بمعنى أنه الدايناميك تمبرتشر هي نفسها، إذا التغير في الاستاجنيشن تمبرتشر هو نفس التغير في الاستاتيك تمبرتشر. هذا هو مخطط الـ PS Diagram، وهو مخطط مهم جدا لمعرفة إجراء التمدد عبر مرحلة التوربين. هنا يمثل لي ضغط الدخول الكلي إلى نوزل، وهذا يمثل لي ضغط الدخول الكلي إلى الروتر، هنالك ضمن النوزل خسارة بالستاجنيشن بريشر هذا الخط الأفقي، والستاجنيشن تمبرتشر ثابتة، وهذا هو تمدد حقيقي إلى PO3 ستاجنيشن بريشر خلف الروتر، وهذا هو يمثل التمدد الأيزنتروبي عبر الروتر، وهذا يمثل التمدد الأيزنتروبي عبر المرحلة الستيج. هنا الرسمان للستاجنيشن بروبرتي وللستاتيك بروبرتي. الكفاءة كفاءة المرحلة الأيزنتروبية هي الشغل الحقيقي على الشغل الأيزنتروبي،
ومن هذه المعادلة نستطيع أن نحصل على الـ PO3 أو الـ Pressure Ratio عبر التورباين بدلالة الـ Azeotropic Efficiency ودلالة درجة الحرارة الكلية الداخلة للتوربين. ولو كان التمدد إلى الأتموسفير كما في المحطات الغازية الأرضية فنبدل PO3 الضغط خلف التورباين بالضغط الأتموسفير بالرجر PA وتصبح المعادلة كما في 10-9. هذه الـ Azeotropic Efficiency which is total to total لأن الكميات المستخدمة كلها total. أما هذه فهي الـ Azeotropic Efficiency which is total to static لأن استخدمنا كميات total واستخدمنا كمية static. على كل مقدار الكفاءة عادة يحسب أو يعرف من إجراء التجارب في منصات الفحص الخاصة بالمصانع. وعند كل نقطة عند استحصال stagnation temperature و dynamic temperature نستطيع أن نعرف static temperature ومن الـ isentropic relation نستطيع أن نعرف الـ static pressure بدلالة الـ stagnation pressure. وهذه المعادلات أخذناها سابقا. القوة المؤثرة على الريشة. هناك قوتان مؤثرتان على الريشة. الأولى هي الرفع عمودية على اتجاه الجريان والثانية هي الكبح معاكسة لاتجاه الجريان. يدخل الجريان ابتداء إلى صف الريش ويسمى الكاسكيد. هذه سرعة الدخول على الصف زاوية ألفا 1 وسرعة في 1 إن كنا اعتبرناها روتر أو سرعة سي 1 إن كنا اعتبرناها ستيتر. وهذه سرعة الخروج وهذه زاوية الخروج ألفا 2. هنا الأس تمثل الخطوة البيتش والمسافة من الحافة الخلفية للريشة إلى الحافة الأمامية للريشة. المسافة المستقيمة تسمى الوتر كورد. بسبب فرق الضغط هنالك قوة آتية من فرق الضغط هي قوة الضغط وبسبب الزخم الزاوي هنالك قوة أيضا بسبب الزخم الزاوي. العمل يجري لوحدة طول وهو ارتفاع الريشة والذي يسمى عادة سبان وهنا أو يونت سبان. من معادلات الايروديناميك أن القوة الايروديناميكية تساوي الضغط الديناميكي قبل الدخول في المساحة ريفرنس اريا والتي هي تمثل السي في واحد. السي هناك في سي ال وهو معامل الرفع. الحقيقة في هذه المعادلة دائما المطلوب معرفة CL لمعرفة الكبح أو مركبة الكبح الزائدة التي تتولد بسبب تولد قوة الرفع. على من المعادلة 10-12 وهذه قوة الرفع تأتي من مركبة الأف القوة المحيطية في كوساين ألف ميل زائدا واحد في اس دلتا بي ساين ثيتا. هذه قوة الضغط وهذه قوة المومنتوم قوة الزخم. وممكن معرفة فرق الضغط من معادلة برنولي ودبليو بار يمثل لي الخسائر في الاستاجنيشن بريشر. وبالتعويض عن السرعة بي 1 وبي 2 بدلالة بي اي والزوايا الفا 1 والفا 2 ان القوة المحيطية على امتداد الكاسكيت. هنا الكاسكيت هو على شكل مسطرة من الريش اي لا يتحرك. بالمختبرات لدينا القدرة على تغيير زاوية الدخول وبالتالي المعطيات وتكون سرعة الدخول
دي اي المحورية ايضا ممكن التحكم بها من خلال منظومة سيطرة على الجريان. والهدف من اجراء هكذا تجارب بحساب خسائر الاستاجنيشن بريشر وحساب بالكبح. فاذا القوة تساوي او ام دوت تشينج ان فيلوسيتي، ومن المعادلة اس في واحد لرو ان بي اي وتشينج ان فيلوسيتي. هذا هو الام دوت وهذا يمثل لي تشينج ان فيلوسيتي، ومن الممكن ان نعوض عن قوة الزخم كما هو اس رو بي اي سكوير تان الفا 1 ماينس تان الفا 2. ثم نحصل على سي ال وهو المطلوب لدلالة رابط التصميم ودلالة الفا 1 والفا 2 والفا يين. بين هذه المعادلة وهذه، بين المعادلة 10 12 و 10 13 بعض الخطوات المفقودة، واعتبرها عزيز الطالب هوم وير لك لتعزيز درجة النجاح إن شاء الله. معادلة الإدراك، هذا هو البروفايل إدراك. بروفايل إدراك يعني الكبح بسبب شكل الريشة، بروفايل شكل، وهو كذلك الضغط الديناميكي للمساحة المرجعية وهي واحد في سي بروفايل دراج كوفيشن، والهدف إيجاد دراج بروفايل كوفيشن. بعد التعويض نحصل على المعادلة التالية، هذا يمثل لي الضغط الديناميكي القادم وهذه ألفا ميل، هنا تساوي السرعة الميل بين الريشتين لدلالة السرعة المحورية الداخلة ومتوسط زاوية الدخول، وكذلك مقدار زاوية الدخول المتوسطة لدلالة الفا 1 والفا 2. وهنا كما قلنا أنه W بار و دلتا بي او وهو بي او 1 ماينس بي او 2. هذا نوع من أنواع الكبح يسمى بروفايل دراج، وهذا نوع آخر بسبب وجود الأريا وبسبب مساحة دخول الهواء على التوربين. هذه المساحة الحلقية وهنالك خسارة تسمى انيولار دراج، ويوجد لها empirical format أي معادلة من التجارب المختبرية وتساوي 0.020 pitch على الهايت، مسافة بين ريشة وريشة وارتفاع الريشة. كذلك هنالك خسائر إضافية بسبب الدوامات ونسميها secondary losses، وهذه هي بدلالة معامل الرفع. هذه المعادلة من التجارب المختبرية لحساب هذا النوع من الكبح. فإذن الكبح الكلي يساوي البروفايل تايب والانيولار تايب والسكندري تايب، ويحسب الكبح الكلي بعدما علمنا مقدار معامل الكبح الكلي، وهذه عدد الريش في كل صف، نستطيع أن نحسب دار الخسارة في الفوار داخل المحرك. هنالك ثلاثة أنواع رئيسية من هذه الإجهادات. النوع الأول هو centrifugal tensile stress بسبب الدوران، والثاني هو gas bending stress، والثالث هو centrifugal bending stress بسبب دوران الروتر. تتعرض الريش إلى قوة سحب طاردة مركزية تسبب وجود إجهادات سحب طاردة مركزية، وهي من النوع الثابت وتعتمد على الدوران، تعتمد على خصاص الريشة، تعتمد على مساحة مقطع الريشة إلى آخره. وبسبب دخول الغازات على ريش الدوار فتتولد قوة رفع تؤدي إلى انحناء الريشة وتؤدي إلى حدوث bending stress، إجهادات حنية centrifugal bending type. والمصمم هنا يضع الريشة بحيث أن محور الريشة الطولي
لا يتطابق مع نصف القطب. فنتيجة للدوران، الريشة تحاول أن تعدل وضعها فيحدث لها centrifugal bending stress، وبسبب مرور الغازات يحدث gas bending stress. والمصمم الذكي يحاول أن يجعل هاتان القوتان متساويتان، وبالتالي هذه القوة تحاول أن تلغي هذه القوة. ودون الدخول في المعادلات المعقدة للاشتقاق، أن centrifugal tensile stress يساوي رو بليد أوميجا سكوير، هذه سرعة الدوران، على أي آر، هذه مساحة مقطع الريشة عند الجذر، من الجذر، من جذر الريشة إلى طرف الريشة، المقطع في نصف القطر إلى مركز الدوران بي آر. طبعا آر بي آر من المؤكد سيعطينا مساحة وجه الريشة. ونتوقع أقصى إجهاد هو عند الجذر، فبالتالي هذه تكامل الأريا عند الجذر أي آر وتختصر، ونحصل على هذه المعادلة 2 باي ان سكوير، وهنا روتيشن سبيد ريفوليوشن بير سكند، و رو يأتي الأريا الأنيولر وهي المساحة الحلقية للدوار. وحيث أن الريشة مستدقة، أي أن مساحة مقطع الجذر أكبر من مساحة مقطع الطرف، فيفضل استخدام هذه المعادلة، أن أقصى إجهاد centrifugal tensile stress يساوي 4 على 3 pi n square rho e a. Rothalby and relative enthalpy. الحقيقة بعض المهتمين في الكائن الترمينية يستخدمون هذين المصطلحين في تحليل عمل التوربين وكذلك الضغط. نحن نعلم أن الشغل إيلر وير يساوي السرعة المحيطية للتغير بالزخم، وورستيشنري ديتا الشغل يساوي صفر ونيو تساوي صفر، وبالتالي التغير بالإنثالبي عبر الستيتر ديسكونسن، بمعنى أنه TO1 تساوي TO2 أو HO1 يساوي HO2. وبالتالي مصطلح رو ألبي I وهو H0 أو HO minus UCW، بالتعويض عن ال H0 نحصل على هذه المعادلة 10-7، وبالتعويض عن السرعة المطلقة والسرعة سرعة التدوين Viral Velocity نحصل على المعادلة 10-28. بالاختصار نحصل على المعادلة 29 لنطبق على هذا الحد بالريلاتيف انتاج. وحيث أن السرعة المحيطية ثابتة عند نصف القطر الذي أجرينا فيه حساباتنا، أي مثلا نصف القطر المتوسط، السرعة يو عند الطرف تختلف عن السرعة يو عند الجذر، لأن الرو تالبي ثابت، وبعض المختصين يستخدمون الرو تالبي والريلاتيف انتالبي في حسابات التصميم الخاصة بالمكائن التوربينية المحورية. إلى هنا انتهت المحاضرة أعزائي الطلبة، شكرا لإصغائكم.